انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية. أسعار الفائدة المرتفعة تكبد البريطانيين 1,100,000,000,000 جنيه استرليني. دراسة أجراها مركز ريزوليوشن فاونديشن للأبحاث كشفت أن سياسة الرفع السريع لمعدلات الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني أدت إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتسببت في تراجع أسعار المساكن وسندات الخزينة البريطانية والشركات منذ نهاية 2021. المركز المتخصص في سياسات مكافحة الفقر أشار إلى أن تراجع أسعار السندات الحكومية خفض قيمة أصول صناديق التقاعد، وهي أكبر مصدر لثروة الأسرة في بريطانيا. وفي مواجهة للتضخم المرتفع الذي وصل إلى نحو 9% على مدار عام واحد، رفعت إنجلترا أسعار الفائدة في يونيو للمرة 13 على التوالي إلى 5%، وتتوقع الأسواق أن تصل الفائدة إلى ذروتها عند 6.5% في مارس المقبل. هذا التراجع في ثروة الأسر البريطانية يلقي بآثاره على تفاوت الثروات بين الأجيال الذي زاد في العقود الأربعة الماضية، بحيث استفادت الأجيال الأكبر سناً من الطفرة العقارية، بينما وجد الأصغر سناً أنفسهم محرومين من امتلاك عقار. وعلى الوجه الآخر، قد تؤدي تلك المعدلات المرتفعة من الفائدة إلى انخفاض أسعار العقارات والسماح للمتقاعدين بالحصول على مستوى معيشي أفضل من خلال رفع العائد على مدخرات المعاشات التقاعدية بحسب الدراسة. تغيرات متسارعة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي يلقي بظلاله على ميزانيات الأسر والأجيال القادمة.